هو انت فاهم كويس قوي الوضع بشكل عام، بتشرح ازاي في الفتره دي ان في استعدادات لمنتخب مصر في مباراه وفي استعدادات للنادي الاهلي في بطوله، صح؟ وبعدين انت كمنتخب مصر انجازاتك خلصت خلاص، توصلت وحققت الرغبه اللي انت عايزها، فمن الطبيعي انك انت تبقى عندك الفلكسبيليتي انك انت تقعد تتكلم مع الناس وتقول فعلا زي ما انت بتتكلم وزي ما انت شرحت كده، انا بحافظ على اللاعبين وبحافظ على السكواد الجامد جدا بتاع منتخب مصر اللي عندي. هو ما عندوش لا العظيم يا كابتن شريف، انت عارف لو الموضوع بشكل بتاخد بشكل يعني بسيط جدا حاجه اقول لك ايه، طب بص نلعب الماتش الودي الرسمي سوري وخلاص وامشوا. النادي الاهلي لن يوم مش اللي يفيدك، تاخد اللي يفيدك والباقي حتى مع انه انا اللي شايف اللي يفيدني انا كمان بالظبط كده، سيب لي اخي لعيبتي اللي يفيدوني واللي انا اكمل بيهم، وان انا عندي ماتش. انت عارف لو الماتش ده ماتش مثلا يعني بثلاثة نقاط مهمة أو بكذا أو بكذا، هل حد فينا كان هيتكلم؟ هو مش قبل الحوار بقول لك إيه؟ ده أنا كلاعبتي أنا بحتاج لها ماتش رسمي كمان قبل الماتش بتاعي أنا، صح؟ هي فرصة كبيرة جدا إن إحنا نبقى موجودين في ماتش رسمي وناخد السنس اللي إحنا بقالنا شهر بعد كده بعيد عنه، صح؟ بدل ما إحنا بنعمل ماتشات حبية بتبقى على مستوى يمكن أقل شوية من المستوى بتاعنا الأول يعني. فزي ما أنت بتتكلم بالظبط، الميزان ميزان الموضوع ممكن مش ميزان العدل، لا ده ميزان الاحساس باللاعبين كمان يعني، انك انت بتوفر للاعب ازاي يبقى موجود معاك حتى الفتره اللي بعدها، يعني انت تنبسط لو واحد حسين شحات مثلا معاك جاله اصابه مثلا او اي حاجه بعد الشهر، مش يعني انت تنبسط كده وصلته لمرحله الضغط عليه، انك انت تلعبه ثلاث مباريات في اسبوع، في اسبوع هي اسبوع من الجمعه، جمعه يعني ثلاث جمعه، ما ينفع. مش حسين يعني، حسين مش موجود، ولكن انا بتكلم حضرتك بتكلم على اي حد من عموما يعني هيكون موجود أو يعني الوحيد اللي هو بناء على الاقتراح اللي احنا سامعينه ان هو ممكن يلعب الثلاث ماتشات اللي هيلعب، يوم اثيوبيا ويوم تونس ويوم يعني لسه بقى هنشوف الاهلي هيلعب ولا مش هيلعب، هو محمد عبد المنعم والشناوي غالبا، صحيح؟ فممكن مش عارفين الحقيقه، هل ده ممكن ان انا بعد اسبوع، انا عمري ما شفتها الحقيقه يعني، ما فيش عضلات تستحمل ان انا بعد اسبوع ارجع العب ثلاث ماتشات رسمي؟ وايه الجرانتي ان انت هتحط لي لعيبه معينه في الشكل ده وفي الضغط ده تضمن منه اداء يعني اللي انت بتتمناه كمان يعني؟ مش عارف صراحه يعني ايه، انا بسال حضرتك، يمكن حضرتك إيه عندك إيه اللي احنا عندك اللي يخلينا نسكت يعني ايه اللي يخليني انا اضغط على مستوى معين مع ان في لعيبه كتير جدا انا محتاج في الفتره دي ولاده للاعبين تانيين، صح؟ يعني العبهم ماتش رسمي واشوف نتفرج على الحكايه دي كلها. انا نفسي في يوم من الايام ما يبقاش محمد صلاح هو الهيد بس بتاع المنتخب، وانس في يوم انك انت لعبت بدون محمد صلاح وكسبت، يبقى ده اكبر نجاح للشكل الفني اللي موجود. يعني النهارده لما اقدر اوفر لعيبه من سرعات ومن نص ملعب ومن شكل دفاعي جيد، وانا شايف ان هم رايحين على المستوى ده، و الدنيا ما بتفكر واللي بيحصل في العالم كله بيخلي الناس تفكر صح، خلي الناس ازاي تمشي في مراحل تنافس فيها، بجانب اللاعبين وبجانب كل حاجه وبجانب العوده وبجانب المنافسه. وانت طرقتني الحاجه، الناس بتتكلم على الدوريات زي الدوري السعودي دلوقتي وبتتكلم على الدوري المصري، انت بايدك، انت بايدك تفضل انت الدوري الاحسن وانت الموجود بقى حتى يعني مش عايز ادخل فيها امنيا مثلا اللي هي الجماهير، صحيح؟ الجماهير دي لو زادت شويه ان شاء الله يعني ومليت الملاعب تاني وفتحت الدنيا بقت لطيفه الدنيا جدا. طيب هتلاقي الدنيا حاجه تانيه.